أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية، بيشرفني جدا يكون ضيفي عبر تقنية زوم في هذه الفقرة الحوارية ومعالي وزير القوى العاملة الأسبق السيد كمال أبو عيطة. مساء الخير معالي الوزير. مساء الخير، أهلا بيك ومشاهدينا. أهلا بحضرتك معانا، والحقيقة يعني لقائنا بيجي في لحظة فارقة. شباب كتير بيخشوا سوق العمل، بيحسوا ان المهمة شاقة وان مفيش شغلانات مناسبة سواء لدرجة تعليمهم او للمهارات اللي اكتسبوها، بينما الاحصائيات والاخبار بتقول انه معدل البطالة قل بنسبة لم تحدث منذ 30 سنة. عايزين نعرف من حضرتك حقيقة خريطة البطالة او التشغيل عشان ناخدها من وجهة النظر المتفائلة في مصر. في حاجتين أساسيين بيقفوا وراء المسألة دي. تفضل. الأولى، الأول بحييك وبحيي برنامجك. في مسألتين مهمين. الأولى إن إحنا سياسة التعليم والتدريب في مصر مخصمة سوق العمل. في حالة خصام دائم. مش بس دلوقتي، طول عمرنا في حالة خصام دائم ما بين احتياجات سوق العمل وبين سياسة التعليم والتدريب في مصر. بمعنى انه الطالب بيدرس وبيتدرب وبيتعلم وبيعمل مشاريع تخرج وبيتعب قوي، وفي الاخر بيخرج يلاقي كل اللي تعلمه ده ولا حاجة، ملوش، مش محتاجه في الحقيقة. سوق العمل محتاج حاجة تانية. انا عايز اضرب لك مثل ببلاد زينا، مش هضرب مثال ببلاد يعني تقدمت على حسابنا. بلاد زينا، تونس مثلا. أي. بيتم في تونس معرفة احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي، بيبعتوا يسألوا يعني المستشارين العماليين عندهم والقادة النقابيين في اتحاد الشغل التونسي يبعتوا يسألوا برا تونس وفي داخل تونس، ما هي احتياجاتكم؟ ايه المطلوب؟ العمالة اللي انتوا طالبينها على مدار الفترة القادمة، ويبتدوا يدربوا للسوق، ويعلموا ايضا للسوق، مش بيخرجوا متعلمين في تخصصات لا يحتاجها السوق، لا، بدرب على قد احتياجات السوق بالظبط. تغيرت الأوضاع وبالذات بعد جائحة كورونا، وأصبح يعني سوق العمل على عكس طبعا الأرقام المعلنة في الدنيا كلها، في حصل أصابوا بعض الضرر وتعطلت مهن. على طول بيستحدثوا أساليب جديدة في العمل، على طول بيستخدموا الأساليب الحديثة في الاتصال بديلا عن التقارب الاجتماعي اللي بيحصل في العمل التقليدي، على طول بيدربوا ويعلموا على احتياجات سوق العمل. أنا بعتبر مصر العظيمة ديت يعني من أقدم بلاد الدنيا واللي بنحبها كلنا وبتعيش فينا. البلد ديت عدد العمالة اللي بتخرج أو القادرين على العمل اللي بيخرجوا سنويا يكفوا احتياجاتنا، وبالعكس بيوجد فائض للتصدير، تصدير العمالة، وده مش عيب ولا حرام، ده جزء أساسي من دعم الاقتصاد الوطني. لو تعرف سعادتك إن إحنا لحد دلوقتي تقريبا ما تحقق من عائدات المصريين في الخارج يصل لحوالي تقريبا، إذا ما كانش الرقم زاد شوية، ل31 مليار جنيه. أعلى مصدر من مصادر الدخل القومي الآن العمالة المصرية في الخارج. لو حد يعني لو في تنسيق كامل بين الجهات المختلفة احنا نستفيد بديت ونعوض، يعني اذا ما ضربت او بعد الشر اذا السياحة تراجعت بيبقى عائدات المصريين في الخارج ممكن تسد، اذا ما تراجعت عائدات اي مصدر من مصادر تمويل يبقى قدامنا بدائل نقدر نستند عليها. فكرة المصريين او العاملين في الخارج فكرة صالحة جدا للتنمية وللتطوير من أجل
دعم الاقتصاد الوطني ثروه، احنا ثروه، اوعى حد يبص لنا على ان احنا عاله، احنا ثروه بشريه، هيا احسنوا استخدامنا كثروه بشريه وما تعيروناش بالعدد. العدد دوت احنا بنخلق شباب عنده قدره يفوت في الحديد، عنده مقدره يشتغل، محب للعمل، قيم العمل عندنا من خلال تراثنا العربي، من خلال ديننا الإسلامي والمسيحي، قيم كلها تحض على العمل، إحنا بتوع عمل، إحنا شغالين. وشوف تجارب المصريين اللي بيشتغلوا برا بيعملوا البدع. طيب ده على مستوى برا وأنا خدتكم برا، خلينا جوه هنا في الداخل أيضا نشوف احتياجات سوقنا إيه، إحنا عايزين نعمل إيه ببلدنا. ودي مسألة يمكن كتير من شبابنا وكتير من مش عارفين المسألة فيها إيه. أنا أرى أن اهتمام البلد بالتعليم والتعليم الفني بالذات والعمل اليدوي مش عيب ولا جريمة. وعايز أقول لحضرتك خريجين مؤهلات عليا وما فوق العليا بنراهم بيشتغلوا أعمال يدوية دلوقتي نتيجة انحصار أو قلة طلبات سوق العمل بالنسبة للمؤهلات العليا، وبالذات يعني خريج الخدمة الاجتماعية وأداب وحقوق، يعني أعداد أنا والسياحة في ظل يعني تعثر السياحة ما لهاش أي لازمة. طب اشتغل على علي الوزير، عايز أتوقف مع حضرتك عند نقطة مهمة. يعني البعض ممن يشاهدون كلام سيادتك دلوقتي هيقول لك الله، طب ما هو كمال أبو عيطة أحد أهم القيادات العمالية في مصر وعمل ورأس اتحاد عمال مصر وكان وزير القوى العاملة، ماذا حقق في هذه الفترة من التواصل ومن التدريب و لا أنا رأست، أنا سعادتك لم أتشرف برئاسة اتحاد العام لنقابات مصر، بل كنت عضوا فيه وعضوا قياديا سواء في لجنة النقابية أو في القبط العامة لمدة 25 سنة. ولما أعجزني الطلب وما لقيتش استجابة أنشأنا الاتحاد المصري للنقابات المستقلة تنظيما نقابيا سيدا بإرادة العمال وليس بإرادة أحد، لا حزب ولا حكومة ولا جماعة ولا جهاز، أنشأه العاملون بإرادتهم الحرة وحقق تقدم أنا بأراه في الوعي العمالي منقطع النظير. وتوليت فرص الوزارة يعني 7-8 شهور مثلا، وأثناءهم تم إنشاء المجلس الأعلى للتدريب برئاسة، ومش هقول لك أنا صاحب الفضل الأول فيه، برئاسة الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم آنذاك. وضم هذا المجلس ضم كل المعنيين والمختصين بقضية التدريب في مصر في منظومة واحدة، لا يجمع المسؤولين عن التدريب أي جامع، لم يكن يجمعهم أي جامع. فكان المجلس القومي أو مجلس الأعلى للتدريب اشترك فيه من وزير الصناعة وزير القوى العاملة وطبعا برئاسة السيد وزير صديق العزيز الدكتور محمود أبو النصر وعضوية وزير الإسكان وقتها، لأن الوزارة في تدريب لدى شركات تابعة للوزارة. حاولنا دمج، مش دمج حتى مراكز التدريب، إنما على الأقل وضع خطة واحدة للتدريب تلتزم بها جميع مراكز التدريب. إحنا 70 جهة في مصر بتدرب تقريبا، مش عارف الوقت إذا كانوا كتر، ولا كده بقول لك الكلام ده من 7-8 سنين ومش عارف ممكن يكونوا زادوا، لا يجمعهم أي رابطة إلا ما تشكل وقتها، ومعرفش إيه مصيره بصراحة، تم ولا لا. وبالفعل تم ساعتها إحياء وتشغيل مراكز تدريب لم تكن تعمل، كان ينعق فيها البوم، اشتغلت وفق خطة وضعناها معا برئاسة الدكتور محمود أبو النصر الله يكرمه، وأقول لك هو مش في السلطة الوقت عشان تقول بنفقه، إنما راجل محترم أشهد له بالجدية. وأيضا المهندس إبراهيم محلي قام بدور عظيم جدا بالعكس، وضم لهذا المجلس مراكز التدريب في المقاولين العرب، وهي مراكز على أعلى مستوى من الكفاءة. ده بياخدني بقى معالي الوزير إن أنا أسأل سعادتك عن رأيك في التجربة
اللي بتشرف عليها الحكومة من إنه المصانع الكبيرة زي بعض أسامي، مش هقول يعني أسامي، بس مصنع كبير لصناعة السيارات في مصر أو تجمعها وغيره من مصانع الطاقة و بدأت تنشئ مدارس تدريبية فنية، والحكومة تعهدت بأن هي هتديها كده اجتياز السنوية الفنية كأنه دخل مدرسة من مدارس التعليم الفني، وطبعاً بيخرج يمكن بالـ200 ولد وبنت في الدفعة، وبعد كده بيكونوا فهموا المصنع ده ايه واحتياجاته ايه وبيتعينوا على طول. هل هذه التجربة في رأيك كافية؟ هل مستديمة التنمية؟ يعني هل تقدر اي شركة او اي مصنع انه يخرج ويشغل كل سنة 200 واحد؟ ايه رأيك في هذا التصور؟ طبعا طبعا، وياريت ياريت ياريت اتمنى ان حكومتنا الرشيدة تهتم بهذا الجانب، ما يبقاش تصريحات في الصحف زي ما بنسمع تصريحات كتير. اتمنى ان الحكومة تولي اهتمام بمسألة التدريب. وخلي بالك حضرتك اصلا وقناتك ديت والاعلام المصري والازهر والكنيسة وكافة مؤسسات الوعي في البلد عليهم دور كبير جدا في تغيير مفاهيمنا في بالنسبة لقضية التدريب والتعليم. يجب أن نرد الاعتبار لقيمة العمل. أنا من جيل كان بيتكتب على كراساتنا وعلى مدارسنا العمل حق، العمل واجب، العمل شرف، العمل حياة. استحالة تقول لي إن الفن والإعلام والبتاع في البلد دلوقتي بيعمل ده. أنا بحيي أهل الإسكندرية اللي منعوا حفلة فلان محمد رمضان. طيب خليني أسألك عن فكرة، بما إن حياتك تحدثت عن الوعي والثقافة ودي نقطة مهمة جدا، هل إحنا في قطاع كبير من شبابنا مازال متمسك بإنه ما يشتغلش إلا في وظيفة تناسب تخصصه أو درجته العلمية، ويتهم الدولة بإنها مش موفرة فرص عمل، بينما هو بيقعد ممكن على كافيه بيصرف له 30-40 جنيه في اليوم؟ هل ما زالت هذه العقلية موجودة؟ طب أنا أقول نصيحة من رجل يعني قربت على 70 ومش عايز حاجة من بلدنا غير إنها تبقى كويسة خالص، ما ليس لي أي طلبات لا مادية ولا معنى ولا أي حاجة خالص. نصيحة: عدد الكافيهات اللي بيتعمل في مصر لو استبدلناه بورش ومصانع البلد دي تتقدم لقدام. أنا ألحظ إن عدد الكافيهات اللي ملا البلد بطريقة غريبة وكأنها دعوة للبطالة ودعوة للتعطل ودعوة لترك العمل، أنا رأيي البديل عنها لو أنشأنا بمصانع ومراكز تدريب أو جزء من هذه المصانع يبقى في مراكز تدريب، أنا رأيي تستفيد البلد دي كثيرا. وأنا بقول ده لوجه الله، مش عايز من حد حاجة. طب إزاي يا فندم وحضرتك وزير سابق، إزاي تستطيع الحكومة أنها تنزع هذه الأموال من جيوب أصحابها وتغير النشاط اللي هم عايزين يشتغلوا فيه اللي هو كثيف الربح؟ ايه لا ده الكافيهات لما بتقعد حضرتك تتفرج على ماتش بياخدوا 100 جنيه و 150 جنيه، فازاي تقنعهم ان هم يشتغلوا في صناعات يعني بعيدة الربح زي الثقافة وزي الوعي وزي الصناعة؟ طب اذا ما توفرت للشاب المصري فرص العمل اللائق الذي يحترم ادمياته والذي يعطيه الاجر المناسب الأجر العادل الذي يكفيه مؤونة الحياة كويس ويكفيه لسلة السلع والخدمات التي يحتاجها الشاب، هيموت في الشغل، هيبذل جهده في شغله وهيعرق. إحنا لا نقدم نموذج العمل على غيره من النماذج، نحن نقدم نماذج تشجع على البطالة. أكبر مشجع على البطالة في مصر الآن هو التوك توك، علما لأنني أنتمي لحي شعبي والتوك توك بيقوم بدور مهم جدا هنا، بس كنت أتمنى إن المسألة ما تبقاش سداح مداح زي ما كنا بنقول على انفتاح السادات. إن يبقى فيها تنظيم، إن يترخص عشان ما يعملش شكل من أشكال الانحرافات في المجتمع، إن يبقى محدد السن، وإحنا بنشوف أطفال سيئة ممكن تعمل. الطفل الصغير ده المفروض مكانه اللعب، يلعب صحيح ويتعلم، مش يسوق وممكن يخش في جوانب أخرى من الانحراف يتعلم. الطفل اللي بياخد كرسي على توك توك دلوقتي هو حرمان
لشاب في سن العمل مش قادر يشتغل. اقول لحضرتك حاجه، وعشان ما اجيبش العيب مش كله على، انا رايي ان المنظومه على بعضها نتحملها جميعا، شعب وحكومه واعلام ومؤسسات وعي ومؤسسات دينيه، دي مشكلتنا كلنا، دي بلدنا ولازم نهتم بيها. بلدنا مش هينصلح حالها بذاتها، بلدنا هينصلح حالها عندما نهتم بالصناعه، وبالذات الصناعات كثيفه العماله. أيوة. التي تستوعب الاعداد الكبيره من خريجينا. عرض على جمال عبد الناصر ميكنه الزراعه في الستينات واواخر الخمسينات ورفض، لان دي كان على طول هيعقبها بطاله في وسط الفلاحين. دي قضية معالي الوزير، دي قضية شديدة الأهمية. استأذن حضرتك هخرج فاصل إعلاني قصير قوي وأرجع أكمل كلامي مع سعادتك حول العلاقة والتوازن ما بين الصناعات كثيفة العمالة واللحاق بركب التكنولوجيا اللي هو برضو شيء مهم ومطلوب في عالمنا المعاصر. تفضلوا نخرج فاصل قصير. برحب بمعاليك مرة تانية معالي الوزير كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق. أهلا بيك. يعني حضرتك قولي بقى إزاي نوزن ما بين صناعات كثيفة العمالة وما بين التقدم التكنولوجي المذهل اللي بيقولك تاخده زي ما هو، المكنة دي واحد بيدوس على زرار بيشغل 10 مكنات، وإحنا عايزين كل مكنة اشتغل عليها 10 أفراد. طيب أولا تبدأ بستأذنك، وإن ده دوت موجه للكافة. أولا نحافظ على صناعتنا، وبالذات صناعتنا ذات التنافسية العالية، وبالذات صناعتنا التي لا ينافسنا فيها أحد. بعد أن كانت مصر تورد ليونكشاير ولانكشاير القطن عشان تدار مكانه مصانعهم هناك، وأنشأنا هنا صناعة النسيج من أقدم الصناعات في مصر. أنا مش عايز أقول لحضرتك أنا بحزن كلما سمعت عن إغلاق مصنع للنسيج. نطور المصنع إنما ما تقفلوش حاجة. غير كده مش عايز أقول لك، أنا وجع في قلبي كبني آدم كوطني مصري تصفية الحديد والصلب والكوك، أقسم بالله يعد لي بالظبط ويزيد عن سماع خبر وفاة أبوي الله يرحمه. دي صناعات تحتاج عمالة، حافظ عليها، اعمل لها، وبالذات في دراسات وفي برامج اتقدمت لتطويرها وتحديثها وتشغيلها. شغلها وابتكر انت الوسائل الجديده والحديثه اللي بتدار بالطرق الحديثه جنبا الى جنب. سيبولنا تعب سننا شقانا وعرقنا وعرق ابائنا واجدادنا، سيبهولنا واعملوا الجديد، اعملوا الجديد، ما يكونش ده على حساب دوت. صح. ده يبقى ليه وظيفه اجتماعيه اخي الفاضل، ليه وظيفة اجتماعية اللي هو المصنع كثيف العمالة، وظيفة اجتماعية في تشغيل الناس والشباب، وابتدوا اشتغلوا حدثوا، اعملوا مصانع حديثة، قولوا للمستثمر يشتغل على النمط الحديث. أما صناعتنا اعملوا اللي انت عايزينه، هاتوا استثمارات، اعملوا صناعات حديثة، لكن سيبولنا وطن، سيبولنا مصانعنا اللي بنيناها بعرق السنين وكفاح ضاري مع العدو مع الأعداء وهم كثروا. سيبولنا حاجتنا تشتغل ومشغلة ناسنا. إحنا بدل ما نسحب من طابور البطالة ونضم لسوق العمل، إحنا بنضيف لسوق البطالة طوابير جديدة بدون داعي في تقديري، والداعي هنا داعي وطني. لا يوجد داعي وطني حسب خبرتي، وأنا في 70 سنة هوت بعد شهرين ثلاثة، لا يوجد داعي وطني ومبرر وطني لتصفية صناعة. المبرر مش موجود هنا، المبرر بضغوط معينة أعلمها جيدا ضغوط من أجل التصفية، عشان نفضل على طول مدين إيدينا للأجنبي، وما فيش أجنبي على باب الله. الأجنبي عايز يضرب صناعتك ويضرب زراعتك قبلها، ثم تلجأ له طالبا للمعونة وطالبا للقرض وطالبا وأيضا طالبا للسلع والخدمات اللي انت ممكن تعملها ببلدك. طيب اخيرا معالي الوزير، اخيرا عايز اسال حضرتك، بما انك تحدثت عن
شيء من سلوك الحكومة. خليني أسألك عن المشروعات القومية الكبرى اللي زي المدن الجديدة وحياة كريمة والمشروعات الضخمة، هل استطاعت إن هي تستوعب فعلا جزء من البطالة، وهل تستمر في ده ولا تكتفي بس في مرحلة الإنشاءات وبعد كده نرجع زي ما احنا، لأن دي مش وظائف تمثل تنمية مستدامة للشباب المصري؟ أنا ممكن أقول لك لا تعليق، يعني تجنبا لأضرار كتيرة، لكن أنا أبقى خون بلدي لو ما قلت لكش الحقيقة. أي مدن جديدة مش مرتبطة بمجتمع صناعي حولها مدن فاشلة. أي مدن جديدة تنشأ بدون استثمارات في الصناعة والزراعة، تستوعب عمالة، احنا بنعملها لمين هذه المدن الجديدة؟ مين اللي هيسكنها؟ مين هيروح يسكن في المناطق النائية؟ لابد من وجود مجال تبقى صناعة أو زراعة أو غيره، ومدن تتعمل عليها. المشروع يبقى متكامل مش مجرد شقق. أنا بقول ده الوجه الله ومش عايز من حد حاجة، ونقطوني نقطونا بسكاتهم، بس أنا بقول لك اللي هيصلح البلد دي والله العظيم لو لم تتقدم الصناعة والزراعة في هذا الوطن لن يتوقف الجنيه المصري عن الانهيار. الذي يستطيع أن يرد الاعتبار للجنيه المصري ويعيده قويا كما كان الصناعة والزراعة. في الزراعة والصناعة هيغنيك عن سؤال اللئيم، هيغنيك عن أنك تستورد من بره، الاستيراد من الخارج يعني بالعملة الصعبة، يعني مزيدا من انهيار الجنيه. أيضا لو أنت بتصنع عندك وبتصدر، وإحنا حوالينا سوق، السوق العربي والإفريقي ده سوق مجال دخل في كل الدنيا، ده أنت أولى بيه من أي حد، وكنا موجودين فيه وتم إزاحتنا لصالح الكيان الصهيوني. إحنا لو موجودين في هذا السوق وفي صناعتنا شغالة، أكيد عائد التصدير سوف يرتد لصالح زيادة قيمة الجنيه المصري. لن يزيد الجنيه المصري مليم إلا بالصناعة والزراعة. أيضا الأسعار المفرطة اللي كلنا بنعاني منها، كلنا باختلاف مستوياتنا الأسعار، أما بيطلع مسؤول يقول هنوقف الأسعار أو هنحد، أنا بشفق عليه، لأني أدوات ضبط السوق المصري مش في إيدي. طب أنا لو عايز أضبط دلوقتي سوق الحديد بعد غلق، بعد تصفية الحديد والصلب، عايز أضبط سعر الحديد في البلد، مش هقدر. عايز أضبط أي سلعة أنا بستوردها أو بعتمد على مصادر أخرى فيها، مش هقدر. لن نستطيع. أنا أقول لحضرتك حاجة، تجربة اتعلمناها حتى من الأمريكان، اللي هي قائدة المعسكر الرأسمالي في الغرب. الأمريكان في جائحة كورونا أمموا مستشفيات، إحنا ماشيين بالعكس. أنا تقديري إن هذا البلد لن ينصلح حاله إلا بمزيد من تنمية ودعم الزراعة والصناعة، وبالتالي دعم الفلاح. والهند قدامنا نموذج، يدعم الفلاح المصري الهندي هناك، إحنا بندعم الفلاح الأجنبي على الأقل في مسألة القمح وغيره من الواردات. إحنا يجب أن ندعم فلاحنا، ندعم شعبنا، مش ندعم الأجنبي، ندعم شعبنا، وهنقدر هنصدر وهنجيب عملة صعبة بما نصدره. وأيضا عدم استيراد السلع اللي إحنا بننتجها هيوفر علينا أيضا عملة صعبة، وبالتالي قيمة الجنيه ترجع وتعود زي ما كانت وينصلح حال بلد. بشكرك جدا معالي الوزير، نورتنا. الله يخليك، وأرجو إن الكلام يعني يبقى مقبول، يعني يبقى خفيف على يعني على الناس يعني. يا فندم كلام حضرتك ناتج عن خبرة طويلة، ويشرفنا إن إحنا نسمعه ونعرضه. والله دافع فيه محبة هذا الوطن وإخلاصا لي. أكيد. وأنا أعتقد أنا سمعت وزير المالية والله في تصريح لي أخيرا بيقول الصناعة والزراعة واتكلم عن ده. طب هيا بينا، إذا كان دي قناعة الحكومة يلا بينا، وشبابنا مستعد يشتغل ويعرق ويشقى. ما إحنا مش عواطلية، إحنا مش شعب عواطلي. اللي عمل الحضارة دي كلها والإنجازات دي كلها وبنى السد العالي، بلاش الحضارة عشان دي قديمة قوي، يقدر يعمل حاجات كتير قوي. شكرا جزيلا بس دون جزيل الشكر معالي وزير القوى العاملة الأسبق سيد كمال أبو عيطة، ومشكر موصول لحضراتكم. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة، تصبحوا على كل خير.